رايحة. الناس يكبروا يعقلوا وانت تكبري تتجنني؟ نحن سميناكي جنان مش جنان. لكن أنا الغلطانة، أنا الغلطانة من أساسه اللي خليت أبوك يشلي كنت صغيرة ويربيكي عنده، لا ويقلق يعلمك الجنان حقه. يما اليوم معي سبق صحفي مهم، الفرصة اللي اتمناها من زمان، باصر صحفية مشهورة. يا ربي يا ربي، أني هذه البنت ولا بتفهم ولا عندها مشاعر. لك سنتين وانت تقولي هذا الكلام. تعالي اشغليك. شوفي مرة تروحي لي مكسرة ومعوقة، ومرة مشوهة، لا ومرة تروحي لي محرقة. أحلاهن ملا، بس تبطلي جنان. هذه ضريبة النجاح يما، ما حد يصعد السلم بدون ما يعاني ويتعب. وبعدين تقرير اليوم في السليم، بروح أصور معاناة المسافرين وأروح. شوفي أنا بكون مجنونة لو أخليك تخرجي والدنيا حرب. أدخلي داخل ولا والله لا أصيح لسميح، وأنت قدك عارفة لو أصيح لسميح إيش بيسوي. يعني وصلنا لدي المرحلة من التهديد؟ طيب من عيوني أستلحب أحب سميح. تسمع على خير. كأنك قلقان ومستعجل. ها والله يا امي ما انا داري وين اقول لك، للامانه مستعجل واجد وقلقان واجد في نفس الشيء. ولكن انه مستعجل عشان انت عارفه انه حلم، حلم وبيتحقق انه نوصل لالمانيا مع بعض، وايضا نطلع لمنصه التكريم ونطالع نحقق حلمي. هذا اختراعي وكلهم يناظرون لي، وانت ايضا بتكونين معهم اكيد. هذا اختراعي، وصلت له بمساندة أم عظيمة، وأيضا نقول لهم أنه هذه الأم مش واقفة معي في الاختراع بس، في حياتي كامل عشان وصلت لعندكم. وانت أكيد بتكونين جالسة وموجودة من بينهم وتمسح دموعش، دموع الفرحة يعني، هم بيكونون فرحانين. ويعني صراحة لحظة ما أنا داري كيف أوصفها لش. لكل مجتهد نصيب يا ولدي. سمعنا جماعة الغبالي شكلهم كلهم مريشين يا أخي، أصلاً ما فيش حد بيسافر ويهرب من الحرب إلا إما معه بيس ولا مخبي له حاجة. طيب حاضر، أبشر أنت لا تهمش ولا تفكر بحاجة. أنا أصلاً مستني بس يتجمعوا وبجيبهم لما عندك. والخطة عليها، الخطة عليا أنا بتصرف، أنا بعمل لك خطة وبشير. Does mean everything is good, apartment and everything. Perfect. Thank you so much. In Canada, right? Thank you so much. Thank you. Okay. In Canada. Thank you. Bye. قلت لك.
إنه باتصال واحد مني أحرك الجن مقيدين. كل شيء مرتب هناك. مالك زعلان؟ طول حياتي وأنا أتهرب من موضوع الهجرة هذا. وما كنتش أتوقع إنه بيجي يوم وتجبرني الظروف. بعد كل الذي حصل لك في البلد هذا وحياتكش تعيش فيها؟ الله والقلب الذي معك. مالك طفيت المكيف؟ أزمة يا كريمة أزمة، البترول معدوم. وبعدين قضى الكونديشن اللاصي من أول الليل، إيش عاد؟ والله احنا دافعين لك فلوس، مش هي جماله منك، شغل المكيف. يا جماعه ما يقعش كذا. نحن على ايش اتفقنا؟ اتفقنا انه انا اوصلكم واروح لي بعد حالي. بس قلت يا ليت عيب الناس مسافرين وعوائل. ولا الكونديشن لو جلس لاصق بيطفي البابور. اسمعني، حل مشاكلك بعيد عننا، احنا دافعين لك فلوس، شغل المكيف. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا أروى افهمي. افهمي يا بنت الناس، افهمي يا أروى ان الرجال بيقول ما فيش بترول. ما فيش بترول. وانت تصدقه ويفعل هذه الحركات عشان ندفع له فلوس زياده؟ لا تزرزرش عليك بلا مزايده، لكن هي حسبونا بياس يخلونا نروح ليك. خلاص ما عنحاسبكش، عاد باقي 3 ساعات لوصول السفينه، يعني الساعه 8. تمام. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا وقد صرح مصدر أمني بأن دائرة الاشتباكات توسعت وسيارات الإسعاف عاجزة عن دخول مناطق الاشتباك لانتشال الجرحى. يحدث هذا في ظل إغلاق تام للمخابز والبقالات وانعدام تام للمواد الغذائية. واه 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 واه، شو إيه؟ تحيد ما يقولوا؟ إيه الحمد لله لحقنا رحلة من سفينته، ولكن نبني جسنا بين الحربو. والله صدق يا مآف، الله يئينهن الناس اللي قاسين في بيوتهن. أيوة. مش يوطن مش يأملون. والله الله يئينهن الحمد لله. واه 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 من ده؟ تحيد؟ تحته؟ ما مآف شارع عباس. وقف وقف عباس. مشي 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 مالك منه، مشي مشي. أقول لك وقف. لما يوقف لما؟ أقول لك أم بنت مسكينة بمشارع بمليل. أوه وما أنتوا الرجال كلكم رقة وإنسانية يا مأم حريم. لم إيه يا مآف لما أنت يا عباس رايح المينا؟ صدفة خير من ألف ميعاد. اطلعي في أن تطلع. تطلع جنبي. في أن تطلع جنبك. ايتي هنا. ايتي ايتي. تطلع جنبي. لا ذا. ايتي. مسكي لو سمحتي. ما هو ذا؟ هذا الستاند حق الكاميرا. يعني ما هو؟ يعني العكس زينة. تعقلك؟ هذا الستاند حق الكاميرا. فين بايتة؟ رايح المينا. احنا رايحين المينا. شو إيه؟ بتشي شو إيه وقف؟ أكيد أنتم من المسافرين صح؟ أنا مسافر، أنا ومرتي شو إيه؟ أم الدنيا مصر. إيه أكيد أنت مش تيتيش بأنا صح؟ لا أنا مش مسافرة معاكم، أنا الحمد لله عندي تصوير هناك. الحمد لله مش تيتيش. وهو صحفية؟ لا أنا مراسلة تحت التمرين، إن شاء الله يعتمدوني. شو تكوني صحفية؟ معافل معافل لما يكون حاجة شتوقع؟ إن شاء الله. عشان أكلمك حاجة. ما أنيس المونيس الله زيله أنيس المونيس نصب علينا أشكت بهترنبو بمكانوات ومجرايد وكل حاجة ومصحافة ومراديو. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله يا رب يا رب قلبي وفرجها من عندك يا أرحم الراحمين يا رب، ارحم تعبنا وضعفنا يا أرحم الراحمين وارحم مرضانا يا رب قلبي من عندك يا أرحم الراحمين بحق جاهنا محمد صلى الله عليه وسلم.
خرب كل كربه وكل ضيق وكل هم يا رب العرش العظيم يا ارحم الراحمين بحق يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد يا رب. يا جماعة قرحت الليلة وطلعت الشمس وطلعت روحي، خلونا امشي لي. هي كلمة وعشر سواء، ما تدي خطوها الا لو ما توصل السفينة، فهمت؟ اتصل للسواق حق الصالون، السفينة تروح علينا. اوكي بيبي ناو. بروبلم، والله بروبلم جدا. صاحب الصالون هذا الصباح، هذا صباح ولا عصر ابردي، المهم مغلق جواله. انا اقول كله احنا ناس امريكان، يعني مواعيدنا مضبوطه بالسانتي. مضبوطه؟ المنبه جلس ساعتين يرن محكت معاه لحد قام. ملك كله بسبب المكيف، جالس فوق الراس حقي يكيف للصبح نطعمهن ولا خلينا نرقد نعد ساعه طاحوا. اوف، ما فيش ولا سياره في الشارع، شكل احنا ما فيش حظ ان احنا نسافر. أمين؟ ها؟ هياكم طلعنا الفندق، أنا خائف هنا وخطر علينا. تخافين جنبك الأسد؟ لا تقلقيش إطلاقاً، أنا الآن أحرك اتصالاتي على أعلى مستوى في كونغرس الأمريكي وأجيب له هنا صالون آخر من تبع. بس بس يا أمين. خلاص خلاص أقلقت يا أمين. أنا واحد أقرع. ليش خرجتكم هذه الساعة؟ ما تشوفوش الاشتباكات؟ يا حبيبي والله لو البقومة دافع، احنا عندنا الجنسية الامريكية. الامريكية ايوه ايوه صح صح، يعني الرصاصة لما بديلها عندك اول ما تعرف انك امريكي بتدور بترجع الخط الثاني وتقول اكسكيوز مي. اقول لك مش وقت البشرة ذا الحين، خليهم يوصلونا. احنا انت اقول لك احنا ناس فوق فوق، احنا ناس امريكان نطلع فوق دباب، والله هذه اهانة بحق وزارة النقل الامريكية. ما هوش وقت الهنجمة، السفينة تروح علينا. اسمع يا ابن الحلال اسمع، احنا خلينا ندور نحل روتين، ما حصل لك مكان مفتوح. انا شفتكم هنا وقلت عيب اني اخليكم هنا، انتوا عيلة ولا لا؟ يلا طلعوا معي خارجونا. هيا هيا طلعنا. والله لا يمكن اطلاقا، انا وعدتك وعد اني ازفك بصالون لا فوق السفينة، مش اي صالون، اخر مدينة. راحتك يا قلبي، خليك هنا خليك هنا، جلس جلس اسمع الوي وي 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 عافي اللي تزفك يا صاحبي. والله ما يزفنا الا عبد الرحمن الاخفاش داخل يور. وبالاخر تعتذر. انا عارفه انه في اشتباكات، انا اصلا ما خرجت الا لانه في اشتباكات. يا خساره الهربه من امي، والله لو تدري اني بتجيلي للموقع هنا. ما افق في ام بايكو، في ام بايكو، تعال نزلهم في شنط. شو ايه؟ خلينا نختم تقرير. يا تقرير حكى انس مانيس. ارجوك تعال، هذه خبطه صحفيه مهمه بالنسبه لي. جبنة بصور من نفسي وكيف ما طلع التقرير طلع. كان معانا الباص، قمت تدلعت عليه. ذا الحين هياكم شوفوا لنا حاجة توصلنا للميناء. عدي الله دبب دبب يا أمي. رجعت العصر ميزين، أقول لك ما يصلح. مالك مالك انت مجنونه؟ شو انتحري؟ شوفي الموت قدامك من كل مكان، الرصاص من كل مكان، لا تستعجلي ايش بتموتي، الدنيا حرب حرب. يا اخي لو سمح نشتري الحق السفينه، شو اجيب لك كم ما تشتي؟ 100 200 دولار كم ما تشتي؟
ايش من بيصعب عليك؟ اقول لك حرب، الدنيا مطربقه، الرصاص من كل مكان، زحمه بكل مكان، عيب عليك، موت موت. تقولي لي فلوس؟ مش وقت البيس هذه يا اخي. اعمل معنا معروف لو سمحت، استفيش تروح علينا. انا لله حلو الحرقات. طيب يلا يلا اطلعوا اطلعوا، لانه عيب نفلتكم هكذا بشارع عائله ما استويش عن فلتكم. والله لا تدير راسي عليكم. يلا قوموا يلا 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 يلا. والله لا يمكن اطلاقا. امين يلا بسرعه. لا تقلق يا أخي لا تقلق، سنصل إن شاء الله من 3 أيام إلى 5، إنها أيام وثر. ادعو لنا يا شيخ وأنا سأرسل لك الوصفة الآن برسالة. إلى اللقاء. يا ملع. من الملع؟ تعال بوز الشنطة قدورك. أبوز إيش؟ أنا بزيتها من البيت لا فوق الباص، شل الشنطة. وفوق الباص ولو كان حامل لمين؟ بلا مغلاطة ولف دوران، شل الشنطة. شكلك انت بتتعبنا. اسمع، خرج الخيمه اللي داخل واقسمه بيني وبينك. كيف نقسمه؟ اجيب لك كتالوج تنقل منه. لا لا مضحك، والله انك اتشل الشنطه. اقول لك تعال بوز الشنطه. استغفر الله، انا مش شاقي معك، شل الشنطه. استغفر الله استغفر الله، مقابو يا عقل يا مطوع، مالك دخل، خليك لحالك، خلينا نتفاهموا صاحبي. خليك بعيد، شل الشمطه. لا ما بشلش والله، ما كلمك كلمك. طيب فهموني مو المشكله. يحلف علي تقول مرته؟ لا مرتك ولا مرته، مقابو، فهمني. ما ببوس الشنطة يا شيخ وكلمه. ما تشل الشنطة وغصبا عنك. ما باشو ليش. طيب هل 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 المشكلة بهذه الشنطة؟ ابدي الشنطة. انا شدي لكم حال. ايش بتحمل انت؟ لا، كل واحد منكم يبوز الشنطة من جهة، مثل حجر الاسود الذي قام بها رسول الله وكفار قريش. ابا لهب كله. تعرف يا شيخ انه قدو 17 كان يبيع اصنام داخل سوق الحرج. شوف له شنبه من شنبه وبس، يثبت لك انه كان هو ابو جهل لزم. ممتاز. شنبي يملع، هيا بز الشنطه. والله ما بزه، وانا والله ما بزه. لا تحدينا يا بزه. شلي، ما هذا؟ اليس بينكم رجل رشيد؟ سفينة مقافئ ماتشي وامر ابحثتين يا من بالله، لو هو زلزال ما يوطن كذا. حيد الصحفياته، حيدها الصحفياته اللي وصلتنا. يا اللي وصلتها انا من اول حيدها وهي جالسه تصور. نحن بكلة عندها اقول لها ابو تستحي على نفسها هنا في حريمه. حريمه؟ ياه، في انا بحريمه ومقافئة حريمه تحريمه. استغفر الله العظيم يا اخي، لا يجوز. ما تحيدنيش حريمه؟ الا انت مكمر حكي، والله انك الكمر. حركتني يا مقافئ، ما تقول ولا هاي. يلا بوك بوك لأندم صحفياته وبتك لها حقام كاميرا. شابك لها وكل هذه كلها تذوق صحفية وتصور نسائنا. ياه استغفر الله. حسبك يا شيخ، شابك لها انا عيب تصورها بحريم حقنا. نعم، بارك الله بك وبأمثالك، اذهب إليها وإن أبت أو اعترضت قم بإكسار الكاميرا. ولا يهمك، شتحيد معمل شابوك وكسر لهم كاميرا حكا، خليها 40 بتة وفي رواية 40 قطعة الآن. ممتاز، الله معك الله معك يا مقافئ. وامرأة مالك تصورن هنا؟ ما بتعملين شهدي؟ شهدي اخي مالك ايش مني؟ ايش اسالك سؤال؟ معك صاحب غيري؟ والله للان ربي ما بلالش بواحد املع غيرك. مش يا شهدي اتفقنا نسافر سوا ونكون مع بعض مهما حصل، ونخرج من البلاد هذه اللي ما فيهاش مستقبل، ونخرج اي بلاد نشوف مستقبلنا. اتفقنا ولا لا يا شهودي؟ ايوه، واتفقنا كمان نكون شركاء بكل شيء. ايوه، نقسم اللقمه بيننا البين. اكيد. طب الشنطه دي كيف؟ ما تقتسمش؟ ولا تزعل، انا بشيل الشنطه. متاكد بتحمل الشنطه؟ اكيد يا صاحبي، يدك يلا.
احمل الشنطة. ها ها شهدي شهدي الشنطة ثقيلة شهدي ها اتفقنا شهدي. شوف أنا قد ضبطت الكاميرا، تضغط هنا ريكورد وتضغط هنا برضو يوقف. أقول لك أنا معلم سهلة كمان مايو. خلاص أنا بركان عليك يا معافى تمام، وإذا خرجت صورتي من العدسة كلمني. أنا تخرج روحي ولا تخرج صورتك، تخرج شو إيه؟ يلا أنا كنت أكبر طباخ وأكبر مصور. تمام هنا؟ يلا 3 2 أكشن. منذ البارحة والمسافرون مرميون على هذا الرصيف. ما تحيدون؟ يرضي من؟ هذا الحال. ما توطنت وياها. ايش القنن هذا؟ ما توطن ما توطن ما توطن انت وياها. ما هي كلها تمضغ حقك. خلها تمضغ اللي فيك انت مش فيني يعني. انت قلت بايكو تبتكم كاميرا، بايكو تكسرم كاميرا، ما معك انت وياها، ما معك انت. شويه ام ولدها مسكينه، ام صورها كان ما عتاش، كل شيء ساعدها. اوني وابه اوني وابه ولدها مسكينه، مآفة انا قلبي في حر من ساعة ما طلعتها معانا فوق امباص، ما بينك وبينها. أقول لك بإيدي مساوس هذه من أكلك، ما بيني وبينها، أم صحفية نص ساعة وشتب كلها. وهو يا مآفة نص ساعة بكلها؟ شت حيدي شوية وشت روح لها. واني شاحيد يا مآفة. ثري تو أكشن. منذ البارحة والمسافرون مرميون على هذا الرصيف، يرضي من؟ هذا الحال. ما عجبنيش هذا، خلينا نعيد. اوكي منذ البارحه واحنا مسجله بكلمتين ذي، السفينه بتبوك علينا. خلاص اخر مره، يلا يلا ضبط 3 2 اكشن. منذ البارحه والمسافرون مرميون على هذا الرصيف، يرضي من؟ هذا الحال. يا اخي اهدأ، ملا ما يقعش ما يقعش، املاعي وهبل كيف دغدغ والقفل قدامك من الضيق يا صاحبي. انا شكسر الباب. هدأ 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 فين رايح؟ طيب طيب يا شيخ، هل يجوز كسر الباب؟ لا يجوز يا اخوتي لا يجوز. ولماذا؟ هل هو رقص من عمل الشيطان؟ يا شيخ الساعة 8، لا جو موظفين ولا سفينة جات، كيف؟ هذا استهتار، لا هو من الإسلام ولا من القيم ولا من الأخلاق. قد نحن عارفين ذي المعلومة، بس نشي نسافر. اصبروا اصبروا واحتسبوا أثابكم الله. ليح نصبر. مكانهم ما يردوش، ايش من مكتب هذا ما يحترمش مواعيدهم؟ قد انتي داري بالمواعيد في بلادنا كيف؟ الله، ان احنا عم نسافر مع المجاميع هذا؟ كسر الراسية الزحمة. الاستياء باد على وجوه المسافرين، وذلك بسبب عدم وصول السفينة حتى هذه اللحظة او العاملين لاستكمال اجراءات السفر. ها قل لي ايش في، ايش حصل هناك، ايش هذا الصياح؟ والله ما انا داري وان اقول ايش، لكن الله يجيب الخير. قلت ليش الموظفين ما جاوا، وايضا السفينه تاخرت وماشي منها خبر. يعني ايش؟ والله ما انا داري ايش يعني، بس الوضع ما يطمن وانا قلقان. لا تقلق، اتفائل خير وربك بيفرقها من عنده ان شاء الله. احنا كلنا تحت رحمتك يا رب. يغ والقذارة بيمسح العرق بكم الشميز. يغ وهبني وهبني، أنا أحبك وما قررت أسافر إلا مشان أقلك أنت وأخوتك. أبا أنا أحبك وش تنزل أدي لكم ملابس وهدايا
ولا انت حاجه، مش تقول عندنا وبس. وابن المعيشه اصبح عندنا غاليه جدا، وما اقدرش انا وديون الناس فوقي. ما نشتي فلوس، ارجعوا بس. اليوم ترجع يا مليون. ولا وابن افهم لا. ايوه اسمع، نفس ما كلمتك اول، انا بشل الناس وانتوا تتصرفوا مع الصحفيه نفس ما خططت لك. ايوه انت عارف الغلط عندي ممنوع، تعرف عامر اي غلطه والله ما سامح فيها. لا شيء تي معك ولا شيء صور معك، بوكل لك يلا الليل بوكل. شويه ها خلي البنت تحاكى. ما تشاب منها لو سمحتي، لو سمحتي دقيقة مدة التقرير دقيقة لو سمحتي. أنا ما أسمحش أصلا. هاتي الكاميرا هاتي شويه، التقرير ذا بس، التقرير ذا بس. والله شويه واني انت الكلب حق، انت الكاميرا هي ام ليدا شتبوك لها حركت لهم آفي. يلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اوف خصمي الانتظار. السفينه ما جتش ولا شكلها حتجي. قلت للشاء اروى انا مش حق غربه خارج البلاد حقنا هذا. نفس الاسطوانه القديمه تشتي تجلس في البلاد هذه بعد الذي حصل لك. ايش فيها البلاد؟ احسن بلاد في العالم، بلدي أحسن بلاد في العالم، ولا يمكن يجي يوم مكره بلدي. هم مجموعة من الناس أساءوا لي وخلاص، وبعدين ليش نحمل البلاد وزر كل شيء؟ تستوي حاجة يحصل شيء يلا نخادر ونخرج من البلاد. طيب ليش حاسبت صاحب السيارة؟ كان على الأقل عياخدنا للفندق بدل هذا البهدل اللي احنا فيها. مالكم يا جماعة؟ خير ايش في؟ الله والفضول ما دخلك، في حد سألك؟ يغ العفو منك يا اخي، كنا منتظرين سفينة ما جاتش. ما حد بلغكم من قبل انه الميناء مغلق نهائيا وما في سفينة لا بتدخل ولا سفينة بتخرج بسبب انه الدنيا حرب وانتم مش عارفين. ايش؟ اسمعوا، لا في سفينة داخلة ولا في سفينة خارجة. ما في السفينة كيف أسافر؟ استغفر الله العظيم، الخير فيما اختارها الله، قضي الأمر بيننا وعلينا أن نعود إلى منازلنا. هيا اقزعوا. وين نرجع يا أبو موسى؟ لحظة، أنت داري أنه بغت نحن نرجع والمحافظات اللي جينا منها بعيد ومتفرقة وأنت واحد مننا، وثاني حاجة فكروا فوقي إنه معي أمي مريضة ما نقدر نروح مكان، وفكروا إنه بلادنا أيضا كلها حرب ففي صعوبة صدقونا. كيف فكرت؟ بارك الله فيك يا ولدي، نعم لقد أحسنت وأقنعتني. قطع قلبي والله. أيوة نعم. لو سمحت، ويبدو أن لدينا هنا آخر الواصلين من المسافرين، لو سمحت عرفنا بنفسك. حمدي عطشان بطل الجمهورية في السباحة. يا جماعة أولاً لازم نتأكد يا جماعة، لا تستعجلوش، لحظة أنا بتأكد لكم. والله ذا عطشان شكله مقه وساطة، شي هب لنا سفينة؟ لا هنا، لا عندهم بحر. يا أختي إيش من وساطة؟ أنا بتأكد من واحد معروف بس، إيش من سفينة بتنقل الركاب بس. لحظة لا تستعجلوش. متأكد. طيب. شنحيت، قول. ها كل العمل عملك، ضحك عليا وخليك أني أجي بعدك وبعك البسطة. يا اخي قد البسطه ما هي السوبر ماركت.
يا جماعة طلع كلامه صحيح، ما في السفينة بتدخل ولا بتخرج حسب قانون الحرب. يعني ايش؟ نصبوا علينا؟ لا تقلقوا ولا تهموا، أنا عندي الحل. بتسافروا؟ يعني بتسافروا؟ أكيد. أقول لك عندي الحل خلاص. يا جماعة يا جماعة عندي الحل. تعالوا. طبعا يا جماعة أنا موظف تبع الأمم المتحدة، ونحن عارفين من أمس إنه الميناء مغلق نهائيا، وما فيش لا سفينة بتدخل ولا سفينة بتخرج بسبب الحرب اللي موجودة. وكجانب إنساني مننا إحنا وفرنا لكم سفينة بتاخذكم من رأس عمران تمام إلى خارج الحدود الإقليمية في جزيرة عنده كله مجان. الله أكبر الله أكبر، فرجت يا جماعة فرجت، وكأن دعوتي حق الفجر سبيطة. لحظة لحظة لحظة، أنت بتقول إنه لا في سفينة داخلة ولا في سفينة خارجة، وبعدين الميناء مغلق، وتقول أيضا إنك موظف تبع الأمم المتحدة، من فين جت السفينة هذا؟ وبعدين نشي نعرف بطاقتك حق العمل علشان نتأكد. وأنت ما دخلت تحقق مع الرجال. الرجال يشتي يتجمل يفعل واجب إنساني، والأهم إنه بالمجان. اسمع يا قلبي، أنت فعل خير مش تحصله. أيوة يقول لك اعمل خير وجنبنا البحر. طيب يا جماعة أنا استعرف حاجة واحدة، الطريق من هنا لما راس عمران يشتيله أقل شي ساعة، كيف نعمل؟ أكيد عيوفروا لنا سيارات فاخرة ومرفهة. ممتاز. ومن ناحية وفرنا نحن وفرنا وقد عملنا حسابنا وجهزنا لكم شاحنة. شاحنة هناك طبعا. ها؟ أنا أروى أطلع فوق الجنة هذيك. مين؟ بوز الشنطة. دورك تبزان. لا تقوليش دورك بزنت الآن. بزان شارع عفا كله. أتخارقوا، حد منكم يبزوا خارقونا. أخي مالك دخل. بوز الشنطة معي. تمود يدك، لا تمودش يدك. أقول لك بضربك. أنا يا جماعة تخلصونا. كده الرشم هنا مقرف، اتقوا الله عن حراق. أقول لك خلي بوز الشنطة، قول له بوز الشنطة. ما تبز إلا أنت. ما تبز أنت. وأخيراً أقول لك بوز لا تمدش يدك شعورة يا أخي بوز يا أخي أقول لك بوز الشنطة يصلون إلى الميناء والله تمزع خلل يا معا خلل خلل أنا أسمع كل ليل الله شهيد بوزك الله شهيد إلى طلب عظامك إن شاء الله أنا أسمعكم علينا يا بومة خربت لي أهم لقطة داخل التخرير إلهي لقدر نقلك قاتلة داخل قعر جهنم يا مصيبة أتلي بومة أتلي بالألوان أتلي أنا أصلاً إعلامية ومثقفة مستحيل أرد على واحدة مثلك. أنت مثقفة؟ أنت مصايفة أنت يا واحدة أنيقة. أنت كاملة Yeah!